مصباح امبارح يا دوبك هو جدي. لا انا اقول لك شيء، البنات صارت الوحدة انطوائيين شوي من السوشيال، عرفتي؟ يعني اول نلتم كثير، هالحين 10 دقائق القهوة ما يمديهم يخلصونها، وكل واحدة معها جوالات ناظرة، يعني حتى مي بمركزة معت. حتى انتو كده برضو، انتي وابو فهد برضو ماخذ وقتكم؟ لا لا، معطين كل حاجة وقتها. لا انا ما احب كثير، ادخل على الواتساب اشوف عندي شغل، جايني طلبات، جايني شيء، كلام ونكة شي. وكلام كثير. لا 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 لا, لا كله مقرا. كل ذا ما نبجي هم من أطفي خلاص. شوفي فائدتك فين، تشوفي الفائدة. أشوف الانستغرام، أحد علق على شيء نزلته، شيء أو طالب سكرته. لا الطلب عبر الواتساب، عبر الواتساب. أي شيء عندي جديد كذا بنزل أحطه في الحالة، تشوفون كل اللي عندي مضافين كلهم يشوفون التنزيلات اللي أنا أحط. نعم كده. في اليوتيوب ما حاولتوا انكم تعملوا؟ لا ابو فهد عنده باب اليوتيوب، انا ما سويت يوتيوب، لكن لي شوف هاي لي لقطات كثيره في اليوتيوب اللي منزلينها في صباح السعوديه لاكثر من 40 حلقه في باسم ام فهد ولا باسم بدرية علي؟ ام فهد وابو فهد. تمام. في فرق بين التمثيل والسوشيال ميديا استاذ ابو فهد؟ في فرق كبير.